أهلا وسهلا فيكم في مكان جديد وجميل ورائع، ممكن تروحوا اللي هو متحف التاريخ الكندي، موزيوم كنيديان موزيوم اوف هيستوري. هذا المتحف زي ما انتم شايفينه له شكل جذاب جدا في التصميم، وصممه احد الانديجينس بيبول بقرب من نهر اوتوا في منطقة مدينة جاتينو مقابل البرلمان الكندي. تصميمه كان فيه كتير من الأسرار وجعلت من هذا المكان مكان رائع وجميل، ويعتبر من أجمل وأفضل المتاحف الموجودة في العالم. سرنا وبدنا نحكي لكم اياه انه هذه القاعه اللي انتم شايفينها، قاعه الانديجينس، لم يكن من الحسبان او لم تكن في المخطط، بعدين الاركيتكت صمم انه يسويها وكانت من اجمل ما يكون في هذا المتحف. السر الثاني اللي نحكي لكم اياه انه هذا المكان له تصميم مصادق للبيئه، بحيث انه هذا المتحف بيستخدم بس خمس ما يستخدمه المتاحف الثانية من الكهرباء في التكييف والإضاءة. السر الثالث اللي لازم تعرفوه انه هذا المتحف كان اسمه متحف الحضارات، تم تغيير اسمه حديثا في عهد رئيس الوزراء هاربر إلى متحف التاريخ الكندي. طبعا السر الرابع انه دخولية هذا المتحف بتكلفك 25 دولار للكبار واعتقد 15 للصغار، بس كل يوم خميس بعد الساعة 4 بيكون مجاني. ممكن تستمتعوا بطريقة اللي كانوا يعيشوا فيها الكنديين وتشعر وكأنك إنك عايش معه. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعمل شير مع صحابك.